إذا مو أنت سويت هذا الموضوع معناها منه أصدقائك، وأنت إذا ما إلك ذنب بالسالفة كان جاوبتني. إيش قد اتصلت عليك؟ ليش ما جاوبت؟ والله أمي يغمى عليها ونسيت الموبايل بالبيت ورجعت دقيت عليك ألف مرة أنت ما تجاوبيني. أنا بقتها بس ردت أحكي وياك. بعدين أنا لو ما أحبك ما أجي وأبرر لك وأنتظرك حتى أشوفك. يلا أنا لازم أروح. تحبيني؟ لا أنا أحبك. أنا لازم أروح. طيبة هاي وين جدتي؟ دورت عليك قلبت الدنيا وين جدتي؟ ودي حشيات شو؟ شنو؟ حرامية. شنو؟ الزين اللي سويته وياك صعدتش بالسيارة تمدين ايدش على جنطتي توقين فلوس؟ انت جاي تحجين؟ اسألي امك كان ايش داحجين؟